بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، في السايزنج بتاع البوتوم جروب عندي ثلاث كلاسات، كلاس تايني وكلاس سمول وكلاس لارج. لو أنا حطيت أدي بوتوم جروب ورحت حاطط قبل منها أول كلاس، ونفرض مثلا اللي هو تايني، واخد مسافة تايني بوتوم جروب، وأروح أشوف اللي هيحصل، ألاقي إن الكلاسز كده بقت صغيرة خالص. لو انا مثلا رحت واخد الكلام ده بكوبي وبيست وبيست، المره دي هخليها الحاله الثانيه، ولنفرض ان انا كان عندي ثلاث حالات، تايني وسمول ولارج. سمول ديت تقريبا بتكون افتراضي في الموضوع، والثالثه لارج اكبر بشويه. فيمكن لو صفينا الثلاثة مع بعض نشوف الفرق ما بين الكلاسز دي تجمع. فانت برضو ممكن تعمل كنترول، بدل ما تعمل كنترول في كل في كل بوتون لوحده، ممكن تعمل كنترول في الجروب بوتون ده تجمع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.